بأننا ونحن في بداية هذه المباراة لا يمكن إلا أن نؤمن بحظوظ المنتخب الكاملة، خاصة وأنه هنا على أرضه أمام جمهوره، هو من لديه الأسبقية في هذا الملعب، يعرفه بشكل جيد، وعودنا خلال هذه السنوات الأخيرة على أنه لا يخيب رجاء وآمال جماهيره، خاصة حينما يلعب أمام هذه الجماهير. نحن إذن في هذه الليلة الرمضانية مباركة، ما أشبه الليلة، ربما هذا ما سيكون ملخص المباراة أو ما نتمنى أن نقوله في نهاية المباراة، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. الهدف الأول هي إذن بركات هذا الشهر المبارك، وانطلاقة جميلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة بهذه الاحتفائية، والخرجة إذن لاعب فريق الإكستار بلاي يتمكن إذن من تحقيق هذا السبق ويحقق إذن الانطلاقة القوية لصالح المنتخب الوطني بهدف جميل، هدف سريع، هدف يؤكد أننا شاهدوا معنا الإعادة جميلة من 87 متر مباشرة. إذا استطاع بهذه الركلة المباشرة أن يحقق الأقل